الاستاذ هاني شاكر كان الاستاذ ياسر قنطوش اللي كان عامل لي القضيه، والحمد لله تم التصالح وباذن الله خير. وانا بحب اطمن اهلي وناسي اللي برضه الاستاذ ياسر بلدياتنا، وهو برضه اللي واقف جنبي وساعدني، وانا بشكر الاستاذ هاني شاكر وبشكر اعضاء المجلس، وانا اخوكم وبتاسف لكم، بحبكم. استاذ ياسر قنطوش طبعا ده من غير اي كلام يعني. لا هو حمو طبعا في الاول والاخر الاستاذ هاني كلمني وقال لي عفى الله عن سلف، والموضوع الحمد لله انتهى، وهو قدم اعتذار مكتوب للنقابه والسيد النقيب، فاحنا قبلنا اعتذاره وان شاء الله يبقى صفحه جديده معانا باذن الله، ويبقى بني ادم ملتزم مع شروط النقابه، واللي جاي كله بالنسبه له يبقى كويس. هو طبعا انسان طيب وغلبان يعني، وربنا يبارك لك وان شاء الله اللي جاي كويس باذن الله. الحمد لله.